بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الآن سوف نطرح موضوع اللي هو طرح موضوع الزمرة الدموية، زمرة بومباي. بومباي طبعا هذا الجزء لو نأخذ برنامج السنة الثانية ثانوي، السنة الثانية أولى يمكن يطلع عليه التلميذ في السنة الثانية ثانوي، في السنة الثانية رياضيات أيضا، في السنة الثالثة علوم تجريبي، في السنة الثالثة رياضيات. إذن هذا الموضوع ذكر هكذا في السنة الثانية وذكر هكذا في السنة الثالثة ثانوي. إذن نريد أن نعرف أو نريد أن نوضح فيه بعض الأفكار. إذن طرح مشكلة حول دور الإلقاء في التنوع، هذا سنة ثانية يحلل إلى آخره، ملاحظة يمكن إدراج حول انتقال الزمرة الدموية في النظام وإدراج حال أين نسجل أفراد من النمط أو ينتج فرد من النمط أب. إذا كان لدينا الأب أو والأم أو، هل يمكن إذا الإشكالية المطروحة هي كالتالي: أو الأب الأم أو، هل يمكن أن ينتج أب مثلا أو ينتج أ أو ينتج ب؟ طيب نظريا إذا اعتبرنا حسب المعطيات السابقة أنه لا يمكن، لكن ماذا لو كان الأب أو الأم أو وأنتجت أب؟ كيف يمكن تفسير هذه الحالة؟ كيف يمكن تفسير هذه؟ ولذلك هذه طرحت في البرنامج سواء السنة الثانية سواء السنة الثالثة. الآن لنحدد بعض المعطيات. إذا الزمرة الدموية الموجودة لدينا هما أربع زمر دموية أ ب أ ب، ولكن والأو، هذه أربع زمرات دموية معروفة. طبعا الأ تحتوي على المستضدات غشائية أ ب أ ب و أش. طبعا الأش لا تنتج لها أجسام مضادة في الزمرة الطبيعية العادية. هناك زمرة أخرى سميت زمرة بومباي، لا توجد فيها المستضد الغشائي أش، وإنما يوجد فيها الأنتي أ أنتي ب أنتي أش. من هذه الزمرة الدموية المهم فيها بالإضافة طبعا زمر أخرى معروفة ب أ، ما كانش أ ب، هذه الأجسام مضادة اسمها الأجسام مضادة، بينما هذه الأجسام مضادة أنتي أ أنتي ب أنتي أش موجودة عند زمرة بومباي، وهي زمرة نادرة ونعتبرها زمرة نادرة. إذا فصيلة الدم بومباي نادرة جدا، تتراوح نسبتها من 4 إلى 5 لكل مليون، كل مليون شخص نلقى 4 أشخاص أو 5. هذه الزمرة تعتبر نادرة جدا، وبالتالي هذا الشخص إذا وجد في العالم لا يمكن أن يعطيه لا ب، لا يعني لا يمكن نقل الدم من أ لا من ب لا أ إلى آخره، كل الزمر يسبب اختصاص، وبالتالي يأخذ الدم فقط من. طيب إذا هذا بالنسبة لي هذا المعطيات يعني. لكن دعونا نتذكر هذا الرسم، هذا الرسم اللي هو موجود أيضا في الكتاب المدرسي. طيب لدينا المستضد الغشائي أ، مستضد الغشائي ب، هذا المستضد الغشائي أ نبدأ منه، وهذا المستضد الغشائي ب يتكون من جزيئة قاعدية سميتها أش، جزيئة قاعدية سميناها أش، جزيئة قاعدية أش أش، لكن إذا أضيف لها الجالاكتوز أصبحت ب، إذا أضيف لها الجالنات أصبحت أ. من الذي يضيف الجالاكتوز؟ يضيفه إنزيم ب بفضل مورثة إي بي، هذا موجود في كتاب المورث. هذا الإي بي أين هي موجودة؟ موجودة في الصبغة رقم 9 عند الإنسان، عند الإنسان وهي مورثة سائدة بالنسبة له. بينما الذي يضيف الجالنات وإنزيم أ تنتجه مورثة إي أ موجودة على الصبغة رقم 9. لكن إذا وجدت من؟ إذا وجدت الأ ولم توجد الأش، ولم توجد الأش، لا توجد أصلا. طيب لا يستطيع الإنزيم أن يحول الركيزة، نسميها السبسترا، أصبحت الآن ركيزة، لا يستطيع أن يحول السبسترا إلى منتوج اللي هو المستضد الغشائي. إذا شرط لكي يعمل أ أن يتوفر المستضد الغشائي اللي سميناه أش. لكن هذا الأش من ينتجه؟ هذا الأش كيف يخلق؟ يخلق من مادة أولية مكونة من سكر وسكر وسكر، 4 سكريات بسيطة بسيطة، طبعا هذا جزء البروتين مضافة إليها المركب يسموه الفيكوز. هذا الفيكوز هو سكر سداسي كما هو مكتوب هنا، سكر سداسي. طيب من الذي يضيف الفيكوز؟
الى الجزيئة المادة الأولية لكي تعطينا الجزيئة R، يضيفها مورثة موجودة في السمية رقم 19 لها الليل R كبيرة ولها الليل R صغيرة. الليل R كبيرة يستطيع أن ينتج إنزيم R يحول هذا المادة إلى هذه المادة. طيب إذا كان R موجود صغير لا ينتج إنزيم، أو إذا أنتجه غير فعال لا يستطيع. إذا عمل إنزيم A عمل الأليل A بفضل الإنزيم A يعطينا إنزيم A مرتبط بوجود الأش كبيرة التي تحول المادة الأولية إلى مادة إلى أش. طيب إذا لم توجد هذا الأش، لم توجد أو وجدت وأصبحت متنحية غير فعالة، فإن هذه المادة لا يمكن لها أن تتحول إلى أش. إذا ما كانش أش ما كانش تفاعل. نفس الشيء بالنسبة لليبي. إذا هذا بالنسبة لي التوضيح اللي حددنا. الآن الأم أصبحت الأب أو والأم مثلا أم بومباي. الإبن اللي وجدوا عندهم اللي زاد الأم هو كيف يمكن تفسير هذا الحال؟ إذا نستطيع أن نفسرها بالحالة في الهجونة الثنائية. طيب لدينا الزمر. الزمر الدموية يتطلب حدوث التفاعل. مادة أولية زائد أش ماذا تعطينا؟ مستضيف إنشائي أش، فتصبح زمرات دموية. طيب إذا كان مادة أولية زائد إنزيم أش عدم تكوين فهي زمرة بومبا. إذا مادة أولية زائد إنزيم أش مع إنزيم أ لا يحدث التحول فتبقى زمرة دموية بومبا. مادة أولية زائد إنزيم أش زائد إنزيم بي أيضا لا تحول فتصبح زمرة دموية بومبا. طيب المستضيف اش موجود، الانزيم ا موجود، فنحصل على زمرة دمويه المستضيف ا اللي فيه ا. طيب اش موجود، انزيم بي موجود، حدث التفاعل. نفس المستضيف اش موجود، الانزيم ا، حدث التفاعل، وكان هذه كررتها مرتين. اذا ومن نصل الى زمره بومباي. نمط الوراثي هي هذا الشكل، الاو هذا الشكل. ناخذ المثال حتى تتضح الصوره. لو ناخذ المثال التالي مثلا نوضحه بكتابة أفضل. لدينا الأب مثلا بومباي، فهو يحمل الأش كبيرة كالتالي، يحمل أش كبيرة هذا في السبي رقم كم؟ في السبي رقم 19. السبي رقم 9 أطول من 19، فنكتبه إي أ مثلا إي أو. طيب هذه الأش لا تنتج إنزيم، وبالتالي هذا الليل حتى وينتج إنزيم غير فعال، هذه الزمرة الدموية كيف تكون؟ أو. طيب الآن هذا الفرد اللي هو الأم، الأم اللي هي أو، طبعا هنا كتبت الأب، هنا كتبت هذا الأب، الأب هو أو، لكن الأو هذا ماذا يحتمل؟ يحمل أش، فهو أب، فهو أو طبيعي، أش أش مع إي إي أو، المورثة الألف إي أو، إي أو. طيب الآن ما هي نمط العرس التي يمكن أن تعطيها؟ تعطينا نمطين حسب الهجونة الثنائية لأنه ما كانش ارتباط، فتصبح إي أ أش، تصبح إي أ أو إي أو أش صغير. طيب لدينا نمطين من العرس، الأب يعطينا نمط واحد وقيس على ذلك اللي هو إي أو ثم أش كبيرة. طيب إذا التقت هذه الأحرف ماذا ينتج لدينا؟ ينتج لدينا التالي اي او ثم اي او ثم اش ثم اش. طيب الان الاش تستطيع ان تحول الماده اللي فيها اربع سكريات الى اش، فيصبح زمره دمويه للشخص هذا. طيب هذا عهد وش يكون عندنا؟ يكون لدينا السبب اي ا يلتقي مع اي او، والاش تلتقي مع اش صغيره. اذا الاش تستطيع ان تنتج انزيم كما ذكرنا، يستطيع ان يحول الجزيئه القاعده اللي فيها 4 الى اش، وبالتالي ياتي الانزيم الليل هذا ينتج الانزيم يستطيع ان يحول. اذا لدينا اش هذا سكر ماده اوليه، ماده اوليه بفضل الاش اللي هو انزيم اش تعطينا جزيئه اش قاعديه اش، هذه الجزيئه القاعديه بفضل انزيم انزيم ب تستطيع ان تتحول انزيم ا، انزيم ا تستطيع ان تتحول الى مستضيف ا. فاذا ظهر مستضيف ا نقول الشخص انه حامل مستضيف ا.
فيمكن ان يكون ا او تكون ا بي على حسب الوجود وغياب المصادر ا بي. هذا بالنسبه لي هذا الحاله اللي هي حاله الزمره الدمويه. طبعا طرحت في البرنامج بالنسبه للسنه الثانيه وبالنسبه للثانيه السنه الثالثه. يمكن الان ان تاخذ اي احتمال. المهم انك يكون عندك طريقه التفاعل كيف تجري والاليلات المسؤوله عنها كيف تتم. هذا توضيح بسيط حول الزمرة الدموية. هذا توضيح بسيط حول هذا الزمرة الدموية وشكرا لكم.